ب 13 هدف مقابل هدف واحد. هنا ابعاد وتدخل من بنجامين اوشان. منتخب زيمبابوي بدا يضغط الان، بدا يتقدم، يحاول ان يفعل شيء في هذه اللحظات، يحاول ان يقدم شيء في هذه اللحظات المنتخب الزيمبابوي. منتخب زيمبابوي الذي يتواجد في المركز 101 في ترتيب الفيفا، في ترتيب الاتحاد الدولي، مركز متاخر بالتاكيد لمنتخب زيمبابوي الذي عرف التقدم الى المركز 40 في ابريل عام 95، كان افضل ترتيب في تاريخ كره زيمبابوي. اوتشان حارس مرمى المنتخب الاوغندي يلعب كره خاطئه تصل في وسط الميدان مع تمريره طويله لكن فيها صافره وخطا جديد لصالح منتخب زيمبابوي الذي بدا يضغط في هذه اللحظات. وحكم اللقاء واضح انه حازم وصارم اشهر بطاقه صفراء مبكره كانت من نصيب المدافع ريتشارد كاساغا مدافع فريق اوغندا، والان يوجد تحذير بعد اسقاط نجوما من جديد، واحد من اللاعبين الاكثر نشاطا حتى الان نجوما في تشكيله منتخب زيمبابوي. كرة لمصلحة المنتخب الأوغندي في وسط الملعب، مقطوعة تمر طويلة أمامية في الناحية اليسرى لكن لمسة رأسية من المدافع مليم، الكرة يلحق بها علي الصادقي على الناحية اليمنى، والتي كرة طويلة بعيدة مباشرة خارج الملعب من علي صادقي. أمامنا على الصورة لم تكن مركزة كرة علي صادقي. بالتالي المحاولة تتهيأ خارج الملعب، ركلة مرمى لحظة تسويبات، خمس كرات لمنتخب زيمبابوي في ظرف قرابة 10 دقائق أقل بقليل، بالتالي هذا يظهر بأن المحاولات الهجومية في أغلبها جاءت من الفريق الأصفر في لقاء اليوم، في انتظار تحسن الأداء عموما، في انتظار ارتقاء المباراة لمستوى أفضل وأكبر من الذي نشاهده حتى الآن في 10 دقائق من اللعب في عمر الشوط الأول. انطلاقة سريعة على الناحية اليمنى، علي الصادقي يقود الهجوم لكن تدخل مثالي من موليم الظهير الايسر لمنتخب اوغندا، حول كرة امامية باتجاه نجم المنتخب الاوغندي سينتامو، مقطوعة من امامه، تعود مشتركة مرة اخرى في وسط الميدان. 10 دقائق اولى على انطلاقة اللقاء، تعادل سلبي يبدو منطقي حتى الان في ظل غياب الفرص الحقيقية، في ظل غياب المحاولات الفعلية. كان اصطدام طبعا عفوي ما بين لاعبي منتخب زيمبابوي في وسط الملعب وسقوط احد اللاعبين. كرة يستعيدها زفيريكوي أو زفيريكوي، زفيريكوي استعاد الكرة لكن المحاولة مرة أخرى عن طريق أولاكي هناك في الناحية اليمنى لمصلحة منتخب أوغندا. حكم اللقاء يشير إلى وجود رمية جانبية بعد سقوط أولاكي لوجود للخطأ، هذا قرار حكم اللقاء هنا لإعادة من جديد، وهنا السقوط لأولاكي لكن حكم اللقاء أشار بأنه الكرة كانت نظيفة والخطأ غير موجود لمصلحة أولاكي، مصلحة لعب المنتخب الأوغندي، لعب وسط ميدان منتخب أوغندا اللاعب أولاكي. كرة مقطوعة من جديد، محاولة الانطلاق لما دائما مليم حاضر، المدافع الموجود على الناحية اليسرى للمنتخب الأوغندي، تمريرة من مباراتي، خطأ كرة مباراتي، استعيدها منتخب أوغندا من جديد في وسط الميدان الآن. لمسة 1-2 عودة إلى حارس المرمى، كايويني يعيد الكرة باتجاه بنجامين أوشان، وأوشان ينقل كرة أمامية لكن أيضا غير مركزة، لمسة سريعة من مباراتي، مباراتي كرة طائشة بعيدة تماما، بعيدة كل البعد، تتهادى شيئا فشيئا، هذا هو مباراتي. مباراتي كان صاحب الكرة الماضية الخاطئة، وانطلاقة جديدة لكن تتوقف سريعا، سنتامو يطالب باحتساب خطأ، إنما حكم اللقاء من جديد لا يلتفت لهذه المطالبات. جورجي شيفوفا حارس المرمى، كرة طويلة سهلة تماما، انتابي يحاول الانطلاق بالكرة أمام مهاشي، مهاشي نجم منتخب زيمبابوي للاعبين المحليين و
الصافرة هذه المرة. الخطأ موجود على مهاشي، الخطأ موجود، يعني حكم اللقاء يشير للمخالفة. كرة ثابتة لصالح المنتخب الأوغندي، ربما هدف أول في هذا اللقاء يغير من طريقة اللعب في هذه المباراة. كرة خارج الملعب إلى رمية جانبية، رمية التماس لمصلحة منتخب زيمبابوي. ملعوبة سريعة الآن من طرف زفيريوكي، الكرة باقية داخل الملعب. منتخب زيمبابوي يحاول بمثل هذه العرضيات، دائما انطلاقات منتخب زيمبابوي تأتي من الناحية اليمنى الأكثر نشاطا حتى الآن في هذا الشوط الأول، لكن لازالت الهجمات خجولة، لازال الأداء متواضع من قبل الفريقين. لم نشاهد كرة قدم حقيقية حتى الآن، يعني هناك ترابط غائب ما بين الخطوط الثلاث، هناك عملية يعني غياب التركيز واضح حتى الآن في أداء الفريقين. الانسجام الكبير غير حاضر حتى الآن، وأيضا الحذر هو عامل أساسي لهذا الأداء المتوسط الذي نشاهده في بعض الأحيان، يعني دون المتوسط حتى الآن. لذلك تغيب الفرص، تغيب المحاولات الحقيقية، تغيب المتعة والإثارة واللقطات الفردية التي امتازت بها كرة القارة السمراء، كرة أفريقيا عموما. أضف إلى ذلك بالتأكيد يعني المنتخبين الأوغندي والزيمبابوي ليس من المنتخبات المقدمة ومنتخبات الصدارة ومنتخبات الكبيرة في الكرة الأفريقية، يعني مع كل الاحترام للمنتخبين، لكن ليس المنتخبين الكبيرين جدا في تاريخ الكرة الأفريقية. هناك المنتخبات التاريخية، وإن كان يعني حضور كل المنتخبات باللاعبين المحليين. انطلاقة أوغندية في الناحية اليسرى، سينتامو يحاول الاختراق، وهذا ماجويغا، الكرة مقطوعة من أمام ماجويغا لصالح دفاع المنتخب الزيمبابوي. طبعا المجموعة الأولى فيها منتخب البلد المضيف، منتخب جنوب أفريقيا، الذي يتزعم المجموعة بعد لقائين بأربع نقاط، يليها المنتخب المالي أيضا نفس الرصيد أربع نقاط، نيجيريا ثلاث نقاط، موزمبيق برصيد خالي من النقاط في المركز الرابع. المجموعة الثانية هي هذه المجموعة بعد الجولة الأولى، أوغندا في الصدارة ثلاث نقاط، المغرب وزيمبابوي يتقاسمان المركز الثاني يعني بتعادل سلبي ما بين الفريقين نقطة واحدة، بوركينا فاسو في المركز الرابع بدون نقاط. المجموعة الثالثة المنتخب الليبي في الصدارة ثلاث نقاط من انتصاره الأول، غانا في المركز الثاني أيضا بنفس الرصيد، ثم الكونغو وإثيوبيا في المركز الرابع المنتخب الإثيوبي، بينما المجموعة الرابعة الكونغو والديمقراطية في المركز الأول وثلاث نقاط جنتها من فوزها على موريتانيا التي تتواجد في المركز الرابع، بينما بوروندي في المركز الثاني بالتقاسم يعني لهذا المركز مع المنتخب الغابوني بعد التعادل بين الفريقين في اللقاء الأول. كرة ثابتة أكثر من ربع ساعة على انطلاقة اللقاء، 16 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول، لا شيء للمنتخبين. زيمبابوي أوغندا في اللقاء الثاني، في الظهور الثاني للمنتخبين في لقاءات المجموعة الإفريقية الثانية لبطولة كأس إفريقيا أو كأس إفريقيا باللاعبين المحليين. كرة طويلة أمامية، لمسة طويلة من جديد في الجهة اليمنى المفضلة لمنتخب زيمبابوي حتى الآن. إزفيريكوي يحصل على رمية جانبية لمصلحة منتخب زيمبابوي، ملعوبة طويلة داخل منطقة الجزاء، خطيرة هذه اللمسة، لكن متابعة دفاعية لكاساغا، التصويبة عالية بعيدة بعيدة تماما عن المرمى، كانت كرة مشتركة ما بين سيتول وكاساغا، وبعد ذلك جاءت التسديدة من القادم من الخلف مباراتي بعد التمهيد بالراس من ماهاشي. كرة
كرة مباراتي ضعيفة بعيدة عن المرمى عن الشباك. هي التصويبة السادسة لمنتخب زيمبابوي بدون أي محاولات تذكر لمنتخب أوغندا حتى الآن. ولكن أيضا هذه الكرات الستة، هذه التصويبات والمحاولات الست من طرف منتخب زيمبابوي ليست مؤثرة، يعني لم نشاهد كرة من الممكن نتحدث بأنها كانت كرة هدف أو ضاعت ككرة حقيقية على الشباك. هذا المدرب الزيمبابوي المدرب المحلي السيد آيان غوروا، آيان غوروا المدرب المحلي لمنتخب زيمبابوي 43 عام من مواليد 16 من نوفمبر عام 71، وهو مدرب لمنتخب زيمبابوي منذ 24 من يوليو 2013 في مواجهة وفي صراع مع المدرب الصربي، صراع كروي طبعا مع المدرب الصربي سريدويفيتش، ميلوتين سريدويفيتش أيضا 44 عام مواليد الأول من سبتمبر عام 69. الانطلاقة في الناحية اليسرى في عرضية من جانب ماجويكا، رمي التماس لصالح المنتخب الأوغندي، طويل الكرة مشترك من جديد تعود لمصلحة منتخب زيمبابوي، محاولة في الجهة اليسرى عودة للخلف، انطلاقة قصيرة للاعبي منتخب زيمبابوي. وصلنا دقيقة 19 بالتالي نقترب من انهاء ثلث ساعة أولى في عمر اللقاء في انتظار المزيد والجديد، في انتظار أداء أفضل من جانب المنتخبين. حتى الآن لم نشاهد الكثير في هذا اللقاء. 20 دقيقة في عمر شوط المباراة الأول، تقريبا 20 دقيقة من اللعب لم يتغير شيء ولم نشاهد الكثير كما قلنا. إيقاع غير منضبط من طرف الفريقين، يعني لا نشاهد خطورة تذكر ولا نشاهد أداء حقيقي على المرمى. غوما يحصل على خطأ جديد الآن، هذا الدفع واضح من ريتشارد كاساغا المدافع الذي تلقى البطاقة الصفراء الوحيدة حتى الآن في مباراة اليوم، يعني عليه أن يكون أكثر حذرا، دائما اشتراكاته فيها شيء من الاندفاع الزائد المدافع كاساغا. كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، فرصة أولى حقيقية في اللقاء، أول لمسة حقيقية باتجاه المرمى من طرف